الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، ضيفنا اليوم هو نبي الله يونس، ويلقب بذي النون. ويونس عليه السلام من الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، ويتصل نسبه بنسل بنيامين، أي أخ يوسف الشقيق صلى الله عليه وسلم. وبعث عليه السلام يعني في قومه يعني بمنطقة نينوى، وهي منطقة في العراق، وعرف قومه بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. فدعاهم يونس إلى توحيد الله وعبادته ونبذ كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فكفروا به وعبدوا الأصنام. وكان من بينها هذه الأصنام واحد صنم أكبر اسمه عشتار، ويعني هناك بعض المدن العربية الآن تسمى بهذا الصنم، ربما على ما أظن يعني في سوريا في 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 كذلك في اليمن وكذلك في تونس. فاستمرت دعوته لقومه أكثر من 33 سنة. إن الغريب في الأمر وأنه لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، 33 سنة فقط رجلين هم اللي آمنوا به، مما زاده يعني واحد الحالة أنه غضب من قومه ففر منهم. فعندما فر منهم عليه السلام التقى بقوم، والقوم غادي مسافرين في البحر، فركب معهم. فلما ركب معهم ويعني قطعوا مسافة يعني لجية داخل البحر، فإذا يعني بتلك السفينة بدأت تتمايل، فقال أحدهم لا بد أن يغادرنا واحد منا، لا بد واحد شخص نقصه لأن السفينة تكتمل. فاقترعوا، فخرج سهم يونس عليه السلام في الأول، فاستحوا منه. لماذا؟ لعظمته ولطيبوبته ولصلاحه. فاستأنفوا، داروا المرة الثانية كيخرج فيها السهم ديال يونس عليه السلام، أبوا، قالوا سيدي جربوا الثالثة، جربوا الثالثة، وإذا بسهم يونس عليه السلام كذلك يقع، فرمى بنفسه في البحر. لكن شاءت قدرة الله عز وجل، وهو الغضبان من قومه المتأسف على حالهم بأنهم لم يؤمنوا برسالته ولا بدعوته، واكتفى برجلين هما اللذان آمن به، فرمى نفسه بالبحر، فجاءه الحوت فالتقمه الحوت، فبقي في بطنه 3 أيام. تصوروا معي، بقي في بطن الحوت، وما أدرك ما الحوت، 3 أيام في بطنه، وهو ينادي ويستحضر ويقول الدعاء المشهور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن الكريم فقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني غضبان من القوم دياله، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، أي ظلمات الحوت، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله العظيم. وحتى أنه عندما التقمه الحوت ظن نفسه بأنه قد مات من وسط الحوت، ولكن الله عز وجل يقول لشيء كن فيكون. بعد ذلك أمر الله عز وجل الحوت أن يقذف بنبي الله يونس عليه السلام خارج البحر، ففعل ذلك. بعد ذلك وبأمر من الله عز وجل يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن تنبت شجرة، يعني هي شجرة اليقطين، في واحد منطقة يعني بعيدة، يعني في واحد الجزيرة، فتكون يعني له غذاء وتكون له يعني قوتا، يعني لأنه في مكان خار. فقال الله عز وجل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من الطين، وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون. أسأل الله تعالى أحبتي الكرام أن يجعلني وإياكم ممن يقتدي أثر هؤلاء الرجال العظام الذين قال فيهم المولى عز وجل: فبهداه مقتده. نسأل الله تعالى الخير لي ولكم، والصلاح لي ولكم، والقبول لي ولكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يحشرنا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.